اهلا بيكم في حلقه جديده من ريمونتادا. النهارده النادي الاهلي بيستعد الماتش المصري يوم الخميس اللي جاي في الجوله 13 للدوري. تدريبات الاهلي النهارده شهدت عوده اللاعب الجنوب افريقي بيرسي تاو للمشاركه بشكل تدريجي، وبدا تاو رحله الشفاء من اصابته في العضله الخلفيه، بس مشاركته في ماتش المصري هتكون ضعيفه تجنبا للاصابه. النهارده شارك تدريبات الاهلي اللاعب طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من الاصابه اللي تعرض ليها في الركبه، وبكده يكون جاهز بشكل كامل للمشاركه في مباراه المصري من الناحيه الطبيه بعد غياب طويل للاصابه. تدريبات الاهلي شارك فيها النهارده لاول مره الثنائي اللي انضم في الفتره الاخيره، خالد عبد الفتاح لاعب سموحه المعار لنهايه الموسم، والتونسي محمد الضاوي، وحرص لعيبه الاهلي على الترحيب بالثنائي قبل انطلاق المران. الأهلي حسم بشكل رسمي صفقتين في شهر يناير استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية في المغرب. سألنا الجماهير عن رأيهم في صفقات الأهلي الجديدة وإيه اللي ناقص الفريق الأحمر في الميركاتو. تعالوا نشوف قالوا إيه ونرجع عليكم مرة تانية. شايف إيه الصفقة اللي بتنقص النادي الأهلي؟ والله زي الباك ليفت مع زي بتاع مع علي معلول، عايز واحد يعني بحيث لما تصاب ولا اي ظروف يبقى في واحد زيه كده يقدر ناخد منه كوره، انما من ساعه ما علي معلوم مفيش حد تاني. صانع العاب ولاعب هوف يخش واحد على واحد يكسبه، يعني عايزين لعيب مهاري او عنده حلول مهاري، يعني هو يلعب هوف مثلا هاف رايت او هاف ليفت مش هتفرق، بس المهم ان هو يبقى عنده حلول ان هو يلعب يعني لوحده كده واحد على واحد ويخش يعدي. وصانع العاب، صانع العاب عندنا ما بيلعبش صانع العاب، يعني مهمته انه يصنع لعب بس هو مش صانع العاب. احنا محتاجين مهاجم يدعم شريف وشادي عشان الاهلي ناقصه مهاجم. الصفقات كتير جدا ناقصه النادي الاهلي، انت عندك اللي عايزين صفقه للهجوم مفيش حد اولا، لان كل اللي موجودين في الهجوم دلوقتي ما بيعملوش حاجه. خط النص عندنا من ساعه ما عبد الله السعيد ودي حقيقه ما مشي من خط النص صانع الالعاب بتاعنا بصراحه مفيش حد جه، ولا تقول لي مجدي قفشه ولا تقول اي حد تاني. ابراهيم عادل ده لعيب ممكن يزود للنادي الاهلي الفتره الجايه، وعايزين مثلا حد مكان قفش. الاهلي محتاج يتعاقد مع فيرويد ومحتاج يتعاقد مع باك لمين بعد اصابه اكرم واصابه كريم فؤاد. صفقه للناصر النادي الاهلي، انا شايف ان الاهلي محتاج مهاجم راس حربه مركز 9 صريح افضل، يعني من الموجودين زي شادي حسين ومحمد شريف، دول انا شايف ان هم يعني من ساعه بطوله الكاميرون مع كانت مع كيروش محمد شريف مستوى اقل من ساعتها وما رجعش، وشادي حسين يعني لسه ما قدمش زي ما بيقولوا كده اوراق اعتمادهم على الاهلي، يعني ما ظبطش مثلا اداء او كده.